جولة في أهم ما نشر في الصحافة في سواء الجرائد أو المواقع الإلكترونية، وهنبدأها من الموقع الرئاسي. السيدة الأولى تهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم. طبعا يعني قالت السيدة الأولى بمناسبة احتفالات شم النسيم: أهنئ الشعب المصري بمناسبة احتفال شم النسيم التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات، مع إصراره على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها. ونروح لموقع جريدة الجمهورية واللجنة العلمية لمكافحة كورونا: فقدان حاسة السمع ليست من أعراض كورونا، وتوجد الأماكن بالمستشفيات لاستقبال المرضى. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أكد أن حقيقي تأثير فيروس كورونا على حاسة السمع يأتي من أن أي فيروس بيصيب الجهاز التنفسي بيؤدي إلى خلل في قناة استاكيوس، مما يؤدي لارتشاح خلف طبلة الأذن ووجود خلل بسيط في السمع، ولكن ليس فقدانه. وهذا عرض يصاحب أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي وليس خاصا بكورونا فقط، والذي في المريض بيفقد حستي الشم والتذوق. وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أنه توجد أماكن بالمستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، ووجه أيضا رسالة للمواطنين بيقول لهم: لو سمحتوا، اللي شايف في نفسه اشتباه وعنده ارتفاع في الحرارة مستمرة أكثر من 48 ساعة، أو معدل تنفسي عالي، أو عنده ضيق في التنفس الشديد، أو عنده زرقان في الأطراف، يتوجه لأقرب مستشفى وفي أسرع فرصة. طبعا يمكن أعراض الزرقان والحاجات دي أعراض جديدة. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا كمان قال إن وزارة الصحة وكل أجهزة الدولة بتعمل بكامل طاقتها، وأعضاء اللجنة هيزوروا بني سويف غدا ثم الفيوم بعد كده، والتحرك بيكون على كل المحاور لمكافحة فيروس كورونا. تعالوا مع بعض نشوف الأهرام بتقول ايه. الدراسة اونلاين مستمرة بالجامعات والنظام الحضوري بعد اجازة العيد. في تفاصيل خبر ان الجامعات بتواصل الدراسة في الترم الثاني بنظام اونلاين خلال شهر رمضان، وهو ما اتاحه نظام التعليم الهجين الذي يطبقه الجامعات ويجمع بين التعليم عن بعد والتعليم ايضا وجها لوجه. والجامعات بتطبق هذا النظام اللي هو نظام التعليم الهجين بدءا من العام الجامعي الحالي، نظرا للظروف اللي فرضتها جائحة كورونا لتقليل الكثافات الطلابية بالجامعات لحد من تفشي هذا الوباء. مصدر مسؤول بالمجلس الاعلى للجامعات قال ان المجلس الاعلى للجامعات حدد ان الحضور للجامعات اختياري وليس اجباري، مع الحرية الكاملة للجامعات في السياسة التعليمية في الظروف الراهنة. واكد كمان ان الجامعات مستمرة في الدراسة بنظام التعليم عن بعد حتى انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، واشار الى انه من المنتظر ان يعود الطلاب للمدرجات بنظام التعليم الحضوري بالمدرجات بعد انتهاء اجازه العيد. وقال ان المجلس الاعلى للجامعات اكد على حضور طلاب الكليات النظريه يومين في الاسبوع ما بين 3 أو 4 أيام لطلاب الكليات العلميه، مع الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه المشدده للوقايه من فيروس كورونا المستجد. مع بعض موقع اخبار اليوم في هذا الخبر: التهمين 16 مليار جنيه لصرف مستحقات مزارعي القمح. طبعا ده خبر يعني سعيد بالنسبه لمزارعي القمح في مصر. الدكتور علي المصالح وزير التموين اكد ان الدوله وفرت 16 مليار جنيه لصرف مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعه من توريد المحصول، واضاف انه تم تحديد 450 موقع بالاماكن كثيفه الزراعه لاستلام الكميات من المزارعين من الساعه 8 وحتى 4 عصرا. ولجان توريد القمح شهدت اقبال كبير من المزارعين في الايام الماضيه بسبب حصاد المحصول نتيجه ارتفاع الحراره طبعا وقبل حلول عيد الفطر المبارك، وانتظمت 450 لجنه في استلام المحصول على مستوى الجمهوريه. ورد المزارعون حوالي 750 الف طن قمح خلال الاسبوعين الماضيين، ومن المتوقع انها تزيد معدلات التوريد خلال الايام القادمه. وفي لجان بدات استلام كافه الكميات بعد القيام بالوزن والفحص طبقا لنسب الرطوبه والنظافه لضمان المحافظه على الجوده والمواصفات، خاصه انه تم استخدام القمح المحلي في انتاج 250 مليون رغيف مدعم يوميا، واللجان بتقوم بالالتزام بتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا. تعالوا مع بعض نقرا من موقع اليوم السابع هذا الخبر: بدء تلقي طلبات رخص البناء في 27 مركز ومدينه وفق الاشتراطات الجديده اليوم. ان المحافظات طبعا بتبدا عقب انتهاء الاجازات الرسميه وعيد الربيع
التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة تجريبيا. اللواء محمود شعراوي أعلن وزير التنمية المحلية أعلن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في 27 مركز ومدينة بالمحافظات اللي تم اختيارها وده اعتبارا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين على أن يستأنف تلقي طلبات اليوم عقب الأجازات الرسمية.